خبر مؤسف جدا عن الفنانة المصرية مها أحمد منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرتها والنجوم. أعلن سمير أحمد شقيق الفنانة المصرية مها أحمد دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشر شقيق مها أحمد صورة لها وهي على سرير المرض في المستشفى، وعلق عبر حسابه على فيسبوك: ادعوا لمها أختي تعبانة جدا، ربنا يحفظك يا رب. وكشف مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية عن تفاصيل حالة الفنانة مها أحمد بعد دخولها أحد المستشفيات، وقال المصدر أن مها أحمد عانت من مغص كلوي شديد وتضخم في القولون واستأصلت المرارة، ما استدعى نقلها لإحدى المستشفيات القريبة من منزلها، لكنها خرجت بعدما أجرت الفحوصات والعمليات اللازمة ثم عادت للمنزل مرة أخرى. وفي السياق قال الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد في تصريحات صحفية أن زوجته مها أحمد أصيبت فجأة بمغص كلوي وتضخم في القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور، وفور وصولها المستشفى طلب الطبيب المعالج للفنانة مها أحمد استئصال المرارة، مضيفا أن الأطباء طمأنوه على حالتها وبالفعل خرجت من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.